لشرم الشيخ علشان نتابع آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مؤتمر المناخ. صباح الخير أحمد الحسيني، زميلنا موجود هناك. صباح الخير يا أحمد، وقولنا آخر الاستعدادات الموجودة في مدينة السلام شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ الشهر القادم. صباح الخير يا حدير، صباح الخير يا شاذلي. في البداية عايز أقول لكم الجو هنا في مدينة شرم الشيخ هو أكثر من رائع، كما تميزت شرم الشيخ بهذا الجو الدافئ المعتدل الجميل، وهيكون ده برضو إن شاء الله الجو أيام المؤتمر 6 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر. في البداية أستطيع أقول أن مدينة شرم الشيخ أصبحت مهيئة وجاهزة بالكامل لاستقبال هذا المؤتمر العالمي، مؤتمر المناخ أو قمة المناخ COP27 الشهر المقبل بإذن الله. جميع الاستعدادات تمت وجميع أيضا التجهيزات مستعدة لاستقبال هذه القمة الدولية المهمة. بداية في مجموعة من الجولات قام بها عدد من المسؤولين، وزيرة البيئة اطمأنت على سير العمل في المنطقة الخضراء وجاهزية المنطقة الخضراء لاستقبال هذه الفعاليات، وأيضا تأكدت من مبادرة سحب الأكياس البلاستيكية، بالإضافة إلى جولة وزير الصحة أيضا الذي اطمأن على جاهزية مراكز وأجهزة الصحة هنا في مدينة شرم الشيخ وكذلك في مطار شرم الشيخ الدولي، وكذلك وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت الذي اطمأن أيضا على البنية التحتية لوسائل الاتصالات وأيضا للإنترنت فائق السرعة الذي أعلن عنه هنا في مدينة شرم الشيخ. وبالتالي نتحدث عن استعدادات قوية، هذا بالإضافة إلى منظومة النقل الذكي الخضراء، الأتوبيسات الذكية النظيفة التي تعمل بالغاز الطبيعي وبالكهرباء، نتحدث عن 260 حافلة، هناك 140 حافلة بالكهرباء و120 حافلة بالغاز هي الآن تسير في شوارع شرم الشيخ، وأيضا تستقبل الركاب من الزائرين لمدينة شرم الشيخ وتوصلهم إلى الأماكن التي يصلون إليها بالمجان، كل ذلك طبعا استعدادا لقمة المناخ. وهذه الحافلات تتواصل في فعاليات المؤتمر بالمجان لتوصيل زائري ورواد والذين سوف يكونون في موجودين في مدينة شرم الشيخ في أيام المؤتمر، كل هذه عمليات النقل بالمجان كما أعلن محافظ جنوب سيناء. المحافظ أيضا سوف يقوم اليوم بمجموعة من الجولات المدنية للاطمئنان على اللمسات الأخيرة إذا جاز التعبير هنا في مدينة شرم الشيخ في الميادين وفي المواقع وفي كل الأماكن التي استعدت وتهيأت تماما بشكل كبير بنسبة 100% لاستقبال هذه القمة الدولية التي تعول عليها الكثير من الدول، وهي أيضا لها تجهيزات خاصة لم تشهدها أي مدينة في القمم السابقة. نحن نتحدث عن القمة 27، يعني هناك 26 قمة سابقة لم تشهد أي من المدن السابقة هذه التجهيزات التي تجهزت بها هنا مدينة شرم الشيخ المدينة الخضراء. إليكم زملائي في الاستوديو، وتحية مرة أخرى ليكم، صباح الخير من شرم الشيخ. أحمد الحسيني احنا بنشكرك شكرا جزيلا. كان معنا أحمد الحسيني من شرم الشيخ لمتابعة آخر الاستعدادات في مدينة السلام لاستقبال قمة المناخ الشهر القادم.